مصدومة، أختي الصغيرة في المنزل الريفي. كيف جاءت هنا؟ جاءت هنا وطلبت مني أن أقوم لها بجولة في المنزل الريفي. رائع، ما هي خطتنا اليوم؟ لدينا موعد مع أصدقائنا اليوم. ديانا، سمعت كل شيء، الموعد مع الأصدقاء سيلغى. ماذا؟ انظروا إنها تأمرنا. ديانا، هل ستري لأختك المنزل الريفي؟ دانا، أنت تلحين جدا عندما تريدين شيئا. ماذا نفعل؟ ماذا؟ سنتصل باسمه ونقول له أنه لن يكون هناك موعد اليوم. رائع. ليس رائعا، لكن الأخت الصغيرة مهمة. ديانا، أنت أختي الرائعة، أحبك كثيرا. كم هذا لطيف. دانا، وأنا أعشقك. انظر أخي، أي لعبة تريد أن تلعب؟ هذه. لنبدأ إذن. لنبدأ بمن ستلعب؟ لا أعلم، غالبا العقرب. اختيار جيد صغيري، هيا سأهزمك. لا اسماعيل، أنا سأهزمك، أنا دائما أفوز. هيا. الصغير يمكنه أن يلعب. غارو أيها الفاشلين، إنه أخونا. أجل، لكن أخوك الصغير يجعل رأسي بوم بوم بوم. لا يهم، اصبر، لم نقم بشيء منذ مدة. أوه، هل لدينا تجديد موارد؟ ما هذه الحضانة؟ بالمناسبة إنه أخو اسماعيل. إنهم يلعبون منذ ساعة. كيف أنا مصدوم، هذا الصغير يهزم اسماعيل في كل جولة. إنه يقوم بلكمه. اسماعيل، سنخرج في موعد مع الفتيات، لقد اتفقنا. ماذا؟ كيف؟ لقد جاء أخي الصغير، لقد ألغي الموعد، وعدته بجولة في المنزل الريفي. اسماعيل، لا أحب زكاة، إنه ممل جدا. أجل صغيري، صحيح، سمعت، زكاة ممل. أنا ممل، كل الأطفال يحبونني. اهدأ، إن قال أنك ممل فإنك ممل. تباً، عزيزتي تتصل بي، لا أعرف ماذا أقول لها. ألو، مرحباً. اسماعيل، هنالك أمر، لا أعرف كيف أقوله لك حتى. مرحباً صديقة أختي الكبيرة، لقد ألغي موعد اليوم. اسماعيل، سمعت كل شيء. أجل اسماعيل، أختي الصغيرة دانا اليوم في المنزل الريفي وطلبت مني جولة اليوم. اسمعي ديانا، كل شيء صدفة، صدقي أو لا، أخي الصغير أيضا جاء ويريد أن أقوم معه بجولة في المنزل الريفي. أخوك الصغير؟ ديانا، ماذا هناك؟ حسنا فتيات، أخو اسمعي الصغير جاء أيضا، وهو الآن في المنزل الأزرق. اسمعي، خذه في نزهة في المنزل الريفي، وأنا سأخرج في موعد مع عزيزتي. تيمور، هل أخبرك أحد أنك تضحك بشكل مزعج؟ أنا أضحك بشكل جميل، ديانا تحبها. لا أحب أن المنزل الريفي تحول لحضانة. أجل، سيحضرون عائلتهم هنا. كفى اسماعيل، لديك نصف ساعة ثم سنلعب. اسماعيل اسمع، هذا رائع، يمكننا أن نلتقي لتعرف إخوتنا على بعضهم. ديانا، إنها فكرة رائعة، يمكننا أن نلتقي ويصبح الصغار أصدقاء. لحظة، ديانا أتريدين التعرف على أخي اسماعيل الصغير؟ كم عمره؟ اسماعيل، إنها تسأل عن عمر أخوك. اسماعيل، لنلعب. لحظة، عمر أخي 9 سنوات كعمر دانا. 9؟ دانا إنه 9 سنوات مثلك. رائع، الجولة في المنزل الريفي ستكون ممتعة. حسنا اسماعيل، لقد وافقت أختي. أوه، الفتاة وافقت. أتريد مقابلة دانا؟ أجل. حسنا، إذن سنأتي. إذن؟ سيكون هناك موعد، أخت ديانا ستتنزه مع أخي ونحن مع الفتيات. اسماعيل، لنلعب. حسناً، هيا. فتيات، تخيلوا ماذا، أخو اسماعيل صغير جاء عنده أيضاً. ديانا، إذا لم أتي عندك من أجل لا شيء. ديانا. حسناً فتيات، هيا. سأذهب معك لأنك ستكون مع ديانا وستنسى أمر الصغير. تيمور، تفعل هذا عن قصد. ماذا؟ سأتي معكم. سأتي معكم، ماذا سأفعل مع أولئك؟ ماذا تقصد؟ لدينا أسماء، زاك، زوب، الفاشلين. أيها الصغير، أرينا كيف نلعب. حسناً حسناً، لقد هزمتني. أريد أن ألعب مع هذا الصغير. يا للعبة. الفاشل توماس، أنت التالي. سأذهب. بالتوفيق. ديانا، أي إزهار يجب أن أرتدي؟ الفضية. يا لك من مكالسة صغيرة. شكرا أختي على النصيحة. ألو آيس، توقف عن النوم، يجب أن نعمل. لم أنام جيدا. حسنا، ستنام وسأعمل أنا بمفردي. حسنا، يوم واحد، اطبخي كل شيء بنفسك اليوم وعيوني ستكون مغلقة. طبعا آيس، لقد سئمت منك، أنا لن أطبخ ل30 شخص. بيتزا آيس، اليوم عليكم أن تعدوا قائمة مميزة وليس كالعادة.
ماذا في إيران؟ لماذا لم يطردوكم؟ كما أنتم ساذجين لا يمكنهم طردنا. ليس من السهل التخلص منا. أجل، بخصوص القائمة، نريد التيراميسو وبانكيك. أليس هل ستقف هناك بأعينك المغلقة؟ هذا لن يعمل. لقد استيقظ. إذن اصنعوا الخرشوف المهروس اليوم، كرات اللحم مع السبانخ، وحساء الفاصوليا. الخرشوف المهروس، كرات اللحم مع السبانخ، سنفعل ذلك. شكراً. نحن جائعات جداً. بيتزا آيس، متى الغداء؟ فتيات، ماذا تفعلون هنا؟ لقد كنتم تجمعون أغراضكم البارحة. نحن أيضا سألناهم هذا السؤال. لكن لا يمكن التخلص من الفئران بسهولة. فئران كان يجب أن ترحلوا البارحة. مدرب آبي، لقد اعتذرنا من المعلم مايك وهو غفر لنا. والآن لقد تغيرنا، نحن الآن لطيفات وهادئات جدا. حسنا، لابد أن هذه كذبة مجددا. فئران لن تكون لطيفات أبدا. حسناً فئران، سأتحدث مع مايك وسترون كيف سيغير رأيه بسرعة. بيتزا آيس، أعد الغداء. تحدثي معه مدرب آبي. ألا تفهمين أن المعلم مايك من دون اليالي لا شيء؟ حقاً، سأتحدث معه، لا تقلقوا. تباً فئران، تعلمون أنتم كالجراثيم، تسممون المنزل الريفي ولا تتركونه. تلسمان، نحن أسوأ من الجراثيم. نحن فئران. آيس، ماذا تفعل؟ أطبخ الخرشوف المهروس. سأفعل ذلك الآن. حضروا الطاولة، الجميع جائع. أم أنكم تريدون ترك المنزل الريفي؟ ها ثعابين. أجل، لم أخرج في موعد مع أختي الصغيرة من قبل. ديانا، أنا كبيرة الآن. أجل أجل أجل، بالطبع أنت فتاة كبيرة. ولا أنا تشاجر. اسمعي دانا، بما أنك كبيرة ربما ستقعين في حب أخي اسماعيل. ديانا، كلمة أخرى ولن أذهب لأي مكان. حسنا، سأصمت. الأولاد قادمين. اسمع صغيري، تصرف وكأنك شاب كبير. لا تقلق سمان، كل شيء سيكون بخير. اسمع، إنه طفل جيد، على عكسك سيكون صديق دانا. ليس دانا فقط، ديانا أيضا. ماذا؟ أنا أمزح سمايل. مرحبا أولاد. مرحبا، أنا دانا. وأنا دانيا. لنعرف الصغار. أها، لكن يبدو أنهم تعرفوا من دوننا. أوه. القبل والأحضان ستبدأ الآن. حسناً شباب، بما أنكم التقيتم لنذهب في نزهة. هيا بنا. إذن جورج، متى ستطلب مني المواعدة؟ ماذا؟ حسناً، لقد رأيت مدى اهتمامي بك، لقد أحضرت لك الحلويات، أريدك أن تصبح صديقي. بلوندي، بطبع أنا ممتن أنك تحضرين لي الحلويات، لكن لا يمكننا. ماذا؟ لكن لماذا؟ هل أنا قبيحة؟ حسناً بلوندي، نحن أصدقاء، إن سألك أحد ما أنا دائماً مستعد لمساعدتك. لا أحتاج المساعدة، أنا أصلاً مقاتلة، ظننت أنك ستصبح صديقي. بلوندي لا تحزني، انظري كم من الوسيمين في المنزل الريفي، نحن سنكون مجرد أصدقاء، أصدقاء رائعين. لدي أصدقاء، لكن لا أملك حبيب، حتى أنني أخبرت صديقاتي أننا سنتواحد، لكن يبدو أنني كنت مخطئة. لا بلوندي، سنكون مجرد أصدقاء. لن أحضر لك الوافل واللاتيه مجددا جورج. فتيات، يبدو أن جورج أجاب بلوندي، لا أستطيع سماع أي شيء. دعيني أنصت. لماذا تنصتون على حديثهم؟ لأنني أتساءل هل سيتواعداني أم لا؟ أظن أننا سنعرف قريبا. إن قال لها جورج لا، ستكون في مزاج سيء جدا وستتذمر علينا بشدة. أوه أجل. بلوندي، أنا صديقك ويمكنك الاعتماد علي دائما. لا أريد أن نكون أصدقاء جورج. مرحبا جورج. مرحبا فتيات. إذن بلوندي، تخيلوا ما الذي حدث، أنتم تتواعداني. لا، إنه لا يريد مواعدتي. ما الذي قاله لك؟ ألا يحب الشقراوات؟ أو أنه لا يحب الوافل واللاتي؟ لديه صديقة، تخيلوا لديه صديقة. أوه بلوندي، لن تحزني، لا حاجة لتغضبي وتصرخي، ستجدين صديقا آخر. جورج لا يناسبك. لا، سيكون هو صديقي، لكن لديه صديقة، هيا أجد لي صديقته. لقد وجدتها. حسنا بلوندي، اليوم سيكون مجنونا. أجل، اليوم سيكون يوما صعبا. تبا، ظننت أنها شقراء. شعرها أحمر. أرونا، أعرف ماذا سأفعل، سأصبغ شعري بالأحمر. بلوندي لا تفعلي، عندها جورج سيواعدني.
بلوندي، تخيلي أن تصبغي شعرك بالأحمر وجورج لم يوعدك. عندها ستجنين لأنك أفسدتي لون شعرك. أجل بلوندي، إنها فكرة سيئة. ما زلتم هنا؟ اذهبوا للمتجر واشتروا لي صبغة شعر حمراء. نخرج في موعد المانكين في اليوم. لا أنا مديمة. لننقلهم درسا. أجل، كلا يتباهوا. ماذا حدث لعلاقتكم من جديد؟ أنتم عادة تقولون ديما كيف، ديما كيف. أنا ديما كيف، أصدقاء مقربين. وعندما يكونان معاً يتجاهلوننا. حسناً، ربما توقف عن حبكم. هذا مستحيل، نحن أجمل فتيات في المنزل. أجل، إن ديما محظوظ بي. أتساءل، هل ديما يظن أنه محظوظ معك؟ لا أظن. مضحك جداً، لما ليس محظوظاً؟ انظروا لي، شقراء، شفاه منتفخة، ورموش طويلة. وأنا شعري أحمر جميل. حسنا، يجب ان يحبونا حتى يفقدوا ذاكرتهم. لكن هنالك خطب ما. مرحبا فتيات، اشتقنا لكم جدا. اوه نعلم هذا، اذكروا الحب وسياتي. فتيات، ننام اليوم في المنزل الوردي. اجل نذهب للمنزل الازرق. المنزل الوردي للفتيات، ام انكم نسيتم؟ فتيات اهدأوا، ديما هل اشتقت لي كثيرا؟ كيف؟ هل فهمت كل شيء؟ لا، لقد انشأوا حضانة في المنزل الازرق. اجل، اخو سمايل الصغير جاء هناك وهم يلعبون طوال اليوم. اذا لهذا جئتم هنا؟ طب انا اولاد لن تتغيروا ابدا، كنا نفكر بشكل مختلف. ظنوا انكم تحبونهم، كانوا يتحدثون عنكم هنا. لا لا، نحبكم. إذن أيمكننا البقاء في المنزل الوردي؟ أجل، ستنامون في الحمام. أنتم تعلمون أن جميع الغرف مليئة بالفتيات. حسنا، دعوا لي هناك بطانية وألقوا بساطا على الأرض، لأنني لا أريد الذهاب للمنزل الأزرق. أجل، ننصت باستمرار لدش دش دش دش. حسنا أولاد، ناموا في الحمام الليلة. فتيات ستأكلون الآن. أسرع أرجوك. أيها الفاشلين، اليوم لدينا قائمة مميزة. خشوف المهروس، كرات اللحم مع السبانخ. ماذا؟ نحن لا نحب هذا الطعام. هل يوجد شيء آخر؟ مثلا بيتزا. فتيات تعالوا عندي الليلة وسأطبخ لكم شيئا. بيتزا، سمعت كل شيء. أنا أيضا. فتيات، كل يوم من الآن سنأكل طعاما أخضر. هذا صحي. مرحبا شباب، ماذا لدينا الليلة؟ معلم مايك، خمن. سنأكل طعاما أخضرا. ما هو الخرشوف المهروس؟ جيجي، جربيه الآن وستحبينه. الآن فقط الطعام الصحي في المنزل. فتيات، بالطبع هذا أمر رائع، لكنني لا أكل طعاما صحيا على الإطلاق. معلم مايك، ستتعود، نحن نقلق على صحتك. فتيات، اجلس معلم مايك. ديانا كانت نزهة رائعة، أحببتها كثيرا. رائع، أنا أيضا. مرحبا. مرحبا. لا أفهم ديانا، أنت تتمادين كثيرا في المنزل الريفي. ديانا، هذا المنزل للكبار وليس للصغار. بدأنا. اسمعي لياليا، أختي جاءت لزيارة اليوم وسترحل هذه الليلة. لياليا، ما سميتها بالصغيرة؟ أنا كبيرة الآن وكنت في موعد اليوم. دانا، نحن سعيدات من أجلك. رائحة الصغار يخرجون في موعد. يانا، هل تصدقين؟ يانا وليانيا، لا أفهم لما أنتم دائما غاضبات. لا يجب أن تكونوا هنا أبدا. ما سمح لكم بالبقاء؟ معلم مايك. أنا. معلم مايك، أنت لطيف جدا. يجب أن تفهم الناس. لماذا تستمر على مسامحتهم؟ هذا لأننا الأفضل. فتيات، سنتعشى لاحقا، حان وقت أن تذهب دانا. هذا جيد، حان وقت ذهاب دانا. فتيات، وعدتموني. معلم مايك، نحن لطيفات ومهذبات. صغيري، لما تجلس؟ استعد، لقد أخذتك في نزهة وأصبحت صديقة دانا. الآن المنزل. أجل، لا يوجد شيء ليفعله هنا. لم نلعب بسببه. أنتم تتحدثون معي؟ سأنهض الآن. سينهض الآن ولن يبقى لكم مكان. اسمع سمايل، حسنا لنرسل هذا الصغير. اذهب للمنزل، أمي تنتظرك، أبي ينتظرك. أنا أذهب للمنزل. هيا صغيري، يجب أن تنصت لأخيك. أنا سأبقى هنا. لا، اسمع صغيري، لقد وعدتني، لا يمكنك أن تخدع الكبار. هل سيبقى؟ أنا أحب سمايل. دانيا زايد، دانا حب. وقعت في الحب، في الحب. انزين صغيري، أنت نسخة مصغرة من أخيك الكبير. أجل، مثلي أنا. حسناً أولاد، دعوه يقضي الليلة معنا، سنأخذه للمنزل غداً صباحاً. أجل. حسناً، سنستمتع.
أولاد اليوم ستنامون قرب آلة القمار. لا هذا كثير، سنحضر إخوتنا عندنا أيضا، لدينا الكثير منهم. حسنا ذهبت الصغيرة للمنزل، نحن أحرار. يبدو لي أن دانيا أعجب بدانا. أجل مرحبا فتيات، أين كنتم؟ فتيات لدينا مشكلة. دعونا لنتحدث عن المشاكل اليوم. اليوم كان يوما رائعا، ولا نريد أن نسمع أي مشاكل. ماذا عن الفئران؟ لن تقولوا شيئا؟ لم يذهبوا، إنهم هنا. طالسمان لقد رأيناهم. أتعلمون ما المشكلة؟ إنهم يصرخون مجددا، إنهم لا يتغيرون. أنا مصدومة لأن المعلم مايك سمحهم على كل شيء. فتيات أنتم بوني، أنتم من تقررون. فتيات لنطرد الفئران. مدربة أبي، المعلم مايك سيكرهنا لاحقا. تعلمين كيف يعامل لياليا؟ لا يسامحها دائما. أعلم، لكن الفئران أرادوا طرد لاعبي السلة وأنتم. ويمكننا أن نطردهم. مدربة أبي تلسمان، لا نحب الفئران أيضا، لكن لا يمكننا أن نفعل هذا. نحن بوني ولسنا شريرات. أجل، مع مرور الوقت المعلم مايك سيفهم كل شيء. فتيات كما أنتن لطيفات، أمل أن يفهم مايك. أراكم غدا. غدا هنالك تدريب، اذهبوا للنوم الآن. بالتالي مدرب أبي سمايل. ألو أجل سمايل، ماذا؟ دانيا أعجب بدانا؟ حسنا اسمع، دانا أعجبت بدانيا أيضا. أين أرحب؟ رائع، ديانا مع سمايل ودانا مع دانيا. حسنا سمايل فهمت، بالمناسبة دانا ذهبت للمنزل. حسنا سمايل يجب أن أنام، لدي تدريب غدا مع الفتيات. إذا الليلة سعيدة. وداعا فتيات. أي حب، دانا تتظاهر أنها كبيرة وفي الواقع هي ما زالت طفلة. حسنا بخصوص دانا الأمر مفهوم، لكن الفئران؟ فتيات دعونا لنتحدث عن الفئران اليوم، أرجوكم. شباب دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا.